أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نستضيف اليوم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية الأستاذ نصر طه مصطفى. أستاذ نصر، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في قناة بلقيس. إذا بدأنا من آخر ما توصلت إليه مشاورات الكويت، هناك اليوم حديث عن تسويات سياسية معينة يتم بموجبها عودة الرئيس هادي والحكومة بشكل مؤقت إلى العاصمة صنعاء، والبدء في إجراءات نزع السلاح وسحب الميليشيا من المدن. حسب علمي أن هذه كلها تسريبات ليس لها أساس من الصحة حتى الآن، أو أنه الوفدنا المفاوض تسلم شيء رسمي حتى الآن، لم يتسلم شيء رسمي حتى على الأقل تاريخ تسجيل هذه المقابلة. متوقع مثل هذه المبادرات الأممية، وهي مطروحة تطرح بين حين وآخر، لكنها حتى الآن لم تعكس المستوى المطلوب لمنهجية تنفيذ القرار الدولي 2216، أيضا لا تلتزم فيما قدم فيما سبق حرفيا بما ينبغي الالتزام به من ما تبقى من النصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وما تبقى من تنفيذ منها، وكذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل. هناك يعني حتى الآن مثل هذه المبادرات تقوم يعني بعمل نوع من الالتفاف على من يقوم بطرح على هذه المرجعيات، يعني من هي الجهة التي تقوم بتقديم هذه الطروحات؟ للأسف يعني المنهجية التوفيقية التي تعمل بها الأمم المتحدة تنتج مثل هذه المبادرات المشوهة أو المشوهة للقرار 2216. يفترض بالأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للأمين العام أن يتولوا عملية تنفيذ القرار 2216. وظيفة المبعوث الدولي هو تنفيذ القرار الصادر عن مؤسسته. نعم. ما يجري حتى الآن محاولات لتوفيق الآراء، لكنها لا يزال البون شاسع جدا ما بين الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين. طيب الان ما يقارب شهرين على بدء مشاورات الكويت، عادت المشاورات الى الشكل الفردي او بكل غرفتين منفصلتين، كيف بالامكان ان يعول على انتاج حل بهذه الطريقه وهذه الكيفيه؟ ما زال يعني ونحن الى الان لم يلتقي الوفدان بشكل واضح. كما تعلموا وفدنا الحكومي عندما وصل آخر لقاء مباشر بين الوفدين علق الجلسات بسبب رفض الانقلابيين الاعتراف بشرعية الرئيس هادي أو بالشرعية عموما يعني، وأسرارهم على تجاوز الشرعية وطرح حلول تعزز أو تؤكد المسار الانقلابي. علقت المشاورات، ثم اشترط وفدنا أنه لن تعود المشاورات إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين تصوغه الأمم المتحدة يؤكد على التزام الوفدين بالمرجعيات. المرجعيات هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني الشامل، القرار الدولي 2216، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة. الإنقلابيون رفضوا أي التزام أو أي تقديم أي ضمان بالتزامهم بالمرجعيات، فما اضطر الأمين العام للأمم المتحدة التدخل والتقى بفخامة الرئيس في الدوحة، وكان لسمو أمير قطر دور ممتاز في تقريب وجهات النظر، وتم الالتزام. التزمت الأمم المتحدة بألا تقدم أي حلول أو أي اتفاقات إلا بالتزاما بالمرجعيات الثلاث. لم تقدم التزاما عن الانقلابيين، لكنها قدمت التزاما عن نفسها بأن كل الحلول المطروحة أو الاتفاقات التي يجب أن تتم يجب أن تكون ملتزمة بالمرجعيات. وعلى ذلك تم عودة الوفد الحكومي للمشاورات، لكن يبدو أن المبعوث الخاص للأمين العام ارتأى أن المشاورات غير المباشرة قد تكون أفضل أو أسهل في تقريب وجهات النظر،
لكن الحقيقة حتى الآن لم يحدث أي تكامل يعني في وجهات النظر. بالنسبة لهذه الآلية تم اتخاذها ربما في لقاء جنيف الأول، ومع ذلك انتهت بدون أي تواصل. اليوم ربما هذا الأسبوع الثالث الذي تعقد المشاورات في غرفة المنفصلتين، ولم يعني يحدث أي تقارب على أي مستوى من أي من اللجان التي تم تشكيلها. على ماذا يتم الرهان في يعني، وهل هناك سقف محدد لمثل هذه اللقاءات؟ يفترض أن يكون هناك سقف محدد. كان السقف المحدد قبل ذلك الزمني هو قبل دخول شهر رمضان، ثم طرحت فكرة التمديد إلى منتصف الشهر، منتصف شهر رمضان، ويجري التسريبات الآن أنه ممكن أن تمدد المفاوضات إلى نهاية شهر رمضان، لكن في الحقيقة لا يوجد أي أفق. كما قلت البون شاسع، الإنقلابيون يدورون في فلك يعني، والوفد الحكومي مصر على أن أي حلول، وهو أبدى استعداد بكل المقاييس، لكن على أساس الالتزام بالمرجعيات. هناك قرار دولي يجب أن نحترم نصوصه، هناك شرعية يجب أن العالم كله معترف بها ولا يمكن تجاوزها، وأي حلول يجب أن تراعي هذه الأمور كلها. يعني القرار الدولي ضمن للإنقلابيين عودتهم إلى المشاركة، ونحن نرحب بذلك ولا يوجد لدينا أي مشكلة، لكن الإجراء الطبيعي والمنطقي هو أولاً إنهاء الإنقلاب، إنهاء كل مظاهر ما ترتب على الإنقلاب ومظاهر الإنقلاب، تسليم السلاح والانسحاب من المدن، ثم تبدأ العملية السياسية تعود إلى مجراها الطبيعي. هناك من يقول أنه هذا الطرح ربما غير واقعي، خاصة أن محمد عبد السلام قال لم نسلم السلاح بالقوة وبالتالي نسلمه بالمفاوضات. نحن ذهبنا للكويت لإيجاد حل لا يتناسب مع ما تطرحه الحكومة يعني الرئيس هادي، وبالتالي هو يقول أنكم ما لم تقدروا أخذه بالحرب لن يمنحكم بالسلام. وهل سيقبل المجتمع الدولي فرض انقلاب وجعله أمرا واقعا؟ أعتقد أن هذا أمر صعب، يعني المجتمع الدولي سيجد حرج كبير في مثل هذا الأمر. هو حتى الآن يرفض الاعتراف بالإنقلابيين رغم كل الانفتاح الذي حصل عليهم في خلال مشاورات الكويت واللقاءات، لكن عمليا من الناحية العملية لا زال المجتمع الدولي بأكمله وبدون أي استثناء يعترف بالشرعية، ويعتقد ويعتبر أن أي حلول يجب أن تتم في إطار الشرعية الدستورية. ربما هذا من وجهة نظركم كحكومة، لكن العالم يتعاطى مع الإنقلابيين بشكل واضح، وشاهدنا خلال الفترة الماضية أن الأمم المتحدة تخاطب الإنقلابيين أو تخاطب ميليشيا الحوثي بشكل رسمي وتمنحهم صفات رسمية، وبالتالي الرسالة التي وجهت من مفوض حقوق الإنسان إلى القائم بأعمال وزير الخارجية في صنعاء كانت فيها دليل على أن هناك أكثر من نافذة يتم التعامل من خلالها. الممثل المذكور الذي يدعى أبو الزلفة هو رجل تجاوز كل المعايير وكل المواثيق الأمم المتحدة أو المنظمة التي يعمل بها، ويجب أن يحاسب، يجب أن يحاسب، ويجب أن تعتذر الأمم المتحدة عن هذا التصرف، وأعتقد أن شيئا من ذلك في الطريق. المبعوث الخاص والأمين العام للأمم المتحدة أحسوا بحرج شديد عندما واجهتهم الحكومة بمثل هذه التصرفات، وأعتقد أن هذه التصرفات ستقف في أقرب وقت، وهي حقيقة كانت تعكس وجهة نظر الممثل نفسه وليس وجهة نظر الأمم المتحدة. أنا لست مع فكرة أنه العالم يتعامل مع الإنقلابيين ليس بصفة أنهم سلطة حقيقية أو سلطة شرعية، ويتعامل معهم بأنهم كأنه يتعامل معهم بشكل واضح بأنهم مجموعة من المتمردين الإنقلابيين، لكن في محاولات للضغط عليهم من أجل التكارب والاعتراف بالقرار 2216 والتعاطي الإيجابي. ما هي أشكال هذا الضغط، وخاصة نحن نعرف أنه خلال الفترة الماضية كانت المفوضية أو كان الاتحاد الأوروبي ممثلة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى ربما اتخاذ المزيد من الإجراءات التقارب مع الحوثيين، وأيضا إلى دعم الاقتصاد الذي يكاد أن ينهار ودعم سيولة البنك المركزي؟ هم بلا شك حتى نحن يعني في إطار الشرعية وفي إطار الحكومة ومؤسسة الرئاسة
نشعر بالقلق، ولا نريد أن يصل الاقتصاد اليمني إلى مرحلة الانهيار، لأن هذا الانهيار سينعكس على المواطن اليمني سواء في المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة لنفوذ الانقلابيين. فنحن أيضا حريصون على أن لا تصل الأمور إلى مرحلة الانهيار، لكن أنا ما أؤكده، وأنا كنت في الكويت في المراحل الأولى للمشاورات، وكنا نلتقي بسفراء الدول الـ18 الراعية، كل جهودهم كانت تنصب في الضغط على الانقلابيين من أجل التعاطي الإيجابي مع القرار 22-16. لا يوجد شيء أكثر من 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 ذلك. لا يوجد ضغط على الحكومة بمثلا على سبيل المثال بأن تعترف بالانقلابيين أو لا، كل الضغوط كانت على الحكومة من أجل القبول بأي يعني بما يمكن من الـ من الـ من الحلول في إطار المرجعيات، لكن لم يقدم شيء حتى الآن يعكس هذا الأمر. كل يعني لا زال أداء الأمم المتحدة أو الوفد يعني الوسيط من المبعوث الدولي ومجموعته لا زال أداؤهم يعني يتسم بحالة من الحيادية أنا في تقديري غير مقبولة. هم معنيين بتنفيذ القرار 22-16. طيب، هناك من يقول أن الأمم المتحدة أو حتى المفاوضات تسير باتجاه القبول بتشكيل وحدة شراكة وطنية أو وحدة حكومة شراكة بين الحكومة والميليشيا وأيضا ممثلي الرئيس المخلوع. هل الحكومة لديها استعداد على الدخول في مثل هذه التفاصيل؟ أكيد لا يوجد لدينا مشكلة في 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 تشكيل حكومة توافقية. في الأخير طالما القرار 22-16 يضمن لهم العودة إلى الشراكة السياسية ويضمن عودة العملية السياسية بالشراكة معهم، فبالتأكيد أنه لابد أن يكون هناك صيغة ما لأن يكون سويا في المرحلة القادمة، لكن هذا مشروط بتنفيذ التراتبية الموجودة في القرار 22-16. هناك لابد من الانسحاب من المدن، الإفراج عن المعتقلين، تسليم السلاح الثقيل، كل هذه النقاط حتى اللي تضمنتها المحاور الخمسة التي تبناها السيد إسماعيل ولد الشيخ في قبل مشاورات الكويت والحكومة وافقت عليها ثم عاد الانقلابيون فرفضوها. حتى هذه المحاور الخمس نحن نقبل العمل عليها، وبالفعل اللجان التي شكلت هي غرضها أن تضع تصورات لتنفيذ لكن المسألة هم يريدوا حكومة أولا ونحن نريد الحكومة في الأخير بعد أن تثبت النوايا الحسنة، لأنه إن قبلنا بحكومة في البداية فنحن نكرر نفس نستنسخ نفس تجربة السلم والشراكة. بالعودة لموضوع السلم والشراكة، كان وزير الخارجية البريطاني الأسبوع الماضي يتحدث عن أن المبادرة الخليجية والقرار الأممي لم يعد صالحا، وأنه هو مع حل يرتكز على ما تم الاتفاق عليه في 2014 في تحديدا اتفاق السلم والشراكة. هل هذا يمثل تغيرا أو تحولا في الموقف البريطاني تجاه الأزمة؟ والله ما نسمعه يعني من المسؤولين البريطانيين يعني مختلف عن هذا، وأنا أعتقد أنه هذا رأي غير حصيف وغير مدروس بما فيها الكفاية من وزير الخارجية البريطاني. عادة المسؤولين الأقل يعني مستوى من الوزير الذين يتعاطون بشكل مباشر مع الملف يعرفون تفاصيله بشكل أفضل. يعني مسألة فكرة الحديث عن أن المبادرة الخليجية لم تعد صالحة، ومعنى هذا أن ننسف كل شيء، يعني ننسف كل المسار السياسي الذي بدأ من عام 2011، وهذا أمر خطير في غاية من الخطورة، ولم يطالب به حتى الإنقلابيون أنفسهم. يعني وفي نفس الوقت إذا كان كنا سنقبل بفكرة بما يطرحه الإنقلابيون من تشكيل حكومة توافقية فلنعد، فنحن لا نحتاج إذن إلى اتفاق جديد لنعود إلى اتفاق السلم والشراكة، لأنه اتفاق جاهز. وما وإيش اللي حصل في اتفاق السلم والشراكة؟ هو أنه الاتفاق بني على مسارين سياسي وأمني، تم تنفيذ المسار السياسي وتم إعاقة تنفيذ المسار الأمني،
ومطلوب الآن أن نكرر نفس التجربة، يعني يتعامل الانقلابيون معنا ومع المجتمع الدولي وكأنه بلا ذاكرة يعني. طيب بالنسبة إذا عدنا أيضا لقضية المجتمع الدولي والميليشيا كيف تتعامل، يعني ألا يعني هناك تجارب مريرة ربما سواء مع الميليشيا أو حتى مع الرئيس المخلوع في قضية الاتفاقات والتسويات السياسية، يعني هل إلى ماذا تتكئ الميليشيا؟ هل تتكئ إلى دعم دولي خارجي؟ هل تتكئ إلى دعم إيراني؟ هل تتكئ إلى على ماذا هذا التصلب الذي يعني تستند إليه؟ نحن طبعا لا نستطيع أن يعني نستبعد الانعكاسات الاتفاق النووي بين الغرب وبين إيران من هذا من هذه المجريات جميعا. نعم. يعني ربما أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تريد أن تقدم لإيران يعني هدايا تثبت حسن النوايا يعني، لكن في تقديري انه امن الخليج المنطقة. امن الخليج نعم. ولا زال مساله مهمه ومصيريه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وبالنسبه للغرب، واليمن هو اخطر ثغره ممكن ان تمس امن دول الخليج، امن دول مجلس التعاون الخليجي. في تقديري انه العبث بهذا الامر لمصلحه ايران اعتقد انه سيكون له انعكاسات خطيرة. في تقديري أنه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاتحاد الأوروبي لا زالت حريصة جدا على علاقاتها مع مجلس التعاون، وحريصة جدا على علاقاتها تحديدا نعم. بالمملكة العربية السعودية. يقول البعض أنه قد تكون يعني أن الغرب يريد إبقاء الحوثيين أقوياء في اليمن ليظلوا يشكلوا أداة ابتزاز للمملكة العربية السعودية ولدول مجلس التعاون الخليجي، يعني يظلوا يعني خنجر يعني مغروس في خاصرة دول مجلس التعاون. هذه قد يكون يعني هذا قد يكون أمرا واردا، لكن أعتقد أنه لا زال في المتاح والواضح من العلاقات الخليجية الأمريكية الشيء الكثير الذي يجعل الأمريكا تعيد النظر يعني في مثل هذه الأهداف. بالعكس أنا نعرف أن الولايات المتحدة تقدم الكثير من الدعم المعلوماتي خلال المعركة الماضية، وهذا أمر معلن ليس خفيا يعني. يعني مسألة العبث بأمن الخليج عن طريق اليمن أعتقد أنه ملف يعني سيكون غير مقبول بالمطلق لدى أشكائنا في مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية. طيب كان هناك أيضا حديث أو ربما كتبتم أنتم عن إفشال الرئيس هادي مشروع كيري في اليمن، ربما هذا كان عن طريق التغييرات في الحكومة. ما الذي كان يفكر به وزير الخارجية عندما تقدم المشروع ولمصلحة من كان مثل هذا المشروع؟ يعني كان الوزير الخارجية الأمريكي أكثر تبنيا للموضوع، لكن الفكرة طبخت في مطابخ عدة يعني مطابخ إقليمية وعربية ودولية، ويعني كنوع من الحلول حاولت نعم. يعني ليس فيها يعني سوء نوايا بالقدر يعني بالمطلق، كانوا يتعاملوا انه لابد من حل للقضيه اليمنيه، لابد من حل للوقف الحرب اليمنيه. محاوله فكره انه صنع حل من خلال الشرعيه نفسها، بانه ان ناتي بنائب الرئيس ونفوض بصلاحيات الرئيس ونعطل صلاحيات الرئيس، هذا كان نوع من الطباخه السياسيه غير المقبوله يعني. لانه فكره هز مشروعيه وضع الرئيس سيعني اليوم او غدا انهاء الشرعيه كامله يعني، وبالتالي شرعنه الوضع الانقلابي يعني. فانا اعتقد انه جاءت التغييرات يعني لتكون رد لطيف ودبلوماسي على مثل هذا المشروع، رغم انه وزير الخارجية الأمريكي أبدأ استياءه يعني منه، قال أنه التغييرات هذه عقدت المشهد. لم يكن المقصود بها طبعا شخص محدد يعني، أو لم يكن بها مقصودا بها شخص نائب الرئيس السابق، بالعكس هو كان جزء من الشرعية، لكن
الموضوع جاء بغرض يعني نوع عمل نوع من المعالجات لتوحيد موقف الشرعية قبل الدخول في مشاورات الكويت. طيب واعتقد انه اثاره الايجابيه كانت واضحه. طيب يعني بالنسبه للقرار، هناك من يقول ايضا ان الدول التحالف ايضا كانت مستاءة من مثل هذا القرار وانه لم يتخذ بالتشاور معها. حسب علمي انه الدول التحالف لا تتدخل في الشأن السياسي اليمني، يعني بمعنى انه لا تتدخل نريد فلان او لا نريد فلان، عينوا فلان او لا تعينوا فلان، هذا لم يحصل وانا يعني مسؤول عن كلامي هذا. واي قرار يتخذه الرئيس هادي في اطار دعم الشرعيه هو يجد ترحيب كبير من دول التحالف وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي، وانا بحسب ما اعلم انه كانت القرارات الأخيرة يعني كان بحاح ربما كان هناك من يقول أن بحاح ربما كان رجل الإمارات أو رجل مدعوم من الإمارات وأنه يهيأ لدور أكبر في المرحلة المقبلة. أنا لا أحب أن أدخل في مثل هذه الأمور التي يعني لا يوجد ما يؤكد عليها. الأستاذ خالد بحاح كانت علاقاته جيدة مع الكل، يعني مع الدول، وكان هو جزء من الشرعية كنائب الرئيس ورئيس الوزراء. نعم. يعني وكان يلتزم بتوجيهات الرئيس وغير ذلك، لكن كان هناك تحدث خلافات في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي في كل العهود وفي كل الظروف الطبيعية وغير الطبيعية. نحن في ظرف حرب، وخالد بحاح لم يستر عنه ما يؤكد أنه كان يعني مع الانقلابيين او حسب ما نعم. ما تابعنا، وهذا لا يعني، لكن هو جاء باتفاق سلم الشراكه، يعني هو من يقول انه كان مقربا وان الحوثيين حتى كانوا يشتركوا كانوا موافقين على عودته الى صنعاء وعدم عوده الرئيس. ليس هناك ما يؤكد ذلك، والحوثيون مراوغون وهم اول من اعتدى على خالد بحاح وهو رئيس وزراء لا زال في صنعاء، واعتدوا على موكبه. نعم. واحتجزوه اكثر من 40 يوم او 50 يوم في منزله في صنعاء. فأعتقد أنا أنه فكرة الطرح أنه الشرعية كانت تعاني من يعني كان خلافات كبيرة مبالغ فيها، والتغيير الذي أجراه الرئيس كان بغرض أنه خلق حالة من الانسجام أكثر في إطار منظومة الشرعية، ولا نريد أن نعطي الموضوع هذا أكبر من التغيير. هو قد انتهى يعني. نعم ربما انتهى، لكن هو بالأمس يبدي ربما كان في مقابلة الأخيرة في البي بي سي يعني كشف العديد من الأوراق، وكشف أيضا أنه كان ساخطا، ولكنه قال أنه مستعد للعودة للعمل لكن ليس إلى جانب الرئيس هادي، وهذا دليل على أن هناك شرخ كبير. هذا أمر خاص بينهما يعني. نعم. أنا لا أريد أن أتدخل، لكن أنا على يقين أنه خالد بحاح من الفطنة ما يجعله أنه يحرص على أنه يعمل في إطار الشرعية أيا كانت هذه الشرعية، وليس لا يمكن للإنقلاب أن يحظى بأي شرعية أصلا، والعالم كله لا يعترف به ولا الداخل اليمني. ربما سنعود لاستكمال بقية الحوار، خاصة أن هناك رؤية خاصة من الحوثيين قدموها أو أكثر من رؤية، لكن بعد فاصل قصير. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحوار مع مستشار رئيس الجمهورية الأستاذ نصر طه مصطفى. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. نستكمل الحوار مع الأستاذ نصر طه مصطفى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية. أستاذ نصر، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الرؤية التي قدمها الحوثيين وما زالوا مصرين عليها، حل سياسي معكوسا يعني تشكيل حكومة ومن ثم تشكيل تأتي الخطوات لاحقا. يعني هذا الأمر رفضته الحكومة ولكنهم ما زالوا متمسكين به. ربما كان هناك الآن طرح من أطراف سياسية أخرى بدأت تطرح مثل هذا الكلام، هم أيضا يراوغون أو يستندون، لأنه في حال عدم قبول الحكومة ربما سيذهبون لتنفيذه بشكل منفرد. وكان هناك رئيس المجلس السياسي للحوثيين قال ما لم نصل إلى تسوية في الكويت سنقوم بتشكيل حكومة بشكل منفرد مع شركائنا في الداخل. اي قرار يعمله الانقلابيون هو باطل اصلا، ما يعني من 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 منذ دخولهم احتلالهم صنعاء وتصرفاتهم واعلانهم الدستوري، كل ما الاعلان الدستوري باطل وما ترتب عليه باطل، وكلها كل ما ترتب عليه لا ليس له اثر قانوني
صحيح في على الواقع، ولا من الصعب ان يتم فرضه بقوه السلاح او بشرعنته عبر. هل لديهم القدره اصلا على فرض مثل هذا، خاصه انه بعد مرور اكثر من عام ونصف على الانقلاب نجد ان الانقلاب انحسر كثيرا على المنطقه الجغرافيه؟ بالضبط، يعني الانقلابيون اليوم لم يعودوا يحرزون اي مكسب على الارض، هم يخسرون يوميا باستمرار، هم منهكون، يريدون ان 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 يبتزوا المجتمع الدولي، ولذلك هم لو كانوا في وضع اقوى انا اؤكد لك ما كانوا ليظلوا في الكويت، او ما كانوا ليقبلوا اصلا عقد اي مشاورات في الكويت، يعني في الاساس، يعني لو كانوا في وضع اقوى. هم يبحثون عن حلول الان، لكنهم يصرون على انه يحاولوا فرض اجندتهم، لكن هذا ايضا من الصعب. نحن ندرك ايضا انه يعني وضعهم اليوم ليس هو الوضع الاقوى، رغم انه يعني هم يسيطرون على العاصمه، لكن ايضا يعني بالامكان يعني نقل الشرعيه لفتره مؤقته الى اي مدينه يمنيه اخرى يعني. نعم. وهذا وارد. اليوم الحكومه انتقلت الى عدن وتنوي الاستمرار هناك، وان شاء الله تتوفر لها الموارد اللازمه التي تمكنها من العمل و استعادة يعني الكثير من الخدمات المعطلة. نعم. التي حتى لم يستطع أن يوفرها الانقلابيون في المدن التي والمحافظات التي تحت سيطرتهم يعني. طيب، هناك من يقول أن الحوثيين ربما سيلجأوا للتفاوض بشكل مباشر مع المملكة العربية السعودية، وربما هذه كانت تصريحات محمد عبد السلام الأسبوع الماضي أنه ذهبوا للتفاوض، وهناك أيضا من يقول أن لن يتم التفاوض بعد الآن مع وفد الشرعية في الكويت، سيتم فتح نوافذ أخرى للحوار. هم فتحوا نوافذ مع المملكة وحاولوا أن يصلوا مع المملكة إلى اتفاق محدود حول تأمين المناطق الحدودية، والمملكة في الأساس تعي وتدرك يعني طبيعة هذه الميليشيات، طبيعة هذا النوع من الميليشيات، تعرف طبيعته العقائدية والاستراتيجية والسياسية. المملكة ليست غافلة عن مثل هذه الأمور. أنا أذكركم بحوار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع مجلة الإيكونومست البريطانية، التي تحدث فيها عن أنه لا توجد دولة في العالم تحترم نفسها ستقبل أن تحكم ميليشيا بسلاح ثقيل دولة مجاورة لها على حدودها. المسألة بالنسبة للمملكة العربية السعودية مسألة أكبر من مجرد حدود، يعني مسألة تهديد حدود، والمملكة تدخلت بناء على طلب من الرئيس هادي بحكم أنه يمثل الشرعية في الجمهورية اليمنية، تدخلت مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية وليس لحماية الحدود. يجب أن نتذكر مثل هذه المحطات في مسار العملية التي جرت في اليمن أو المسار الانقلاب الذي حدث في اليمن. لذلك لا قلق أبدا، المملكة العربية السعودية لا بأس أن تؤمن حدودها وهذا شيء طيب، لكن التزاماتها السياسية والأخلاقية مع الشرعية في الجمهورية اليمنية قائمة، وهي لم تفرط ولن، وأنا على يقين أنها لن تفرط أيضا في مثل هذا الأمر. هناك من يقول أن التقارب السعودي سيكون على حساب الشرعية، وأنه ربما سيتم الضغط على الشرعية لتقديم المزيد من التنازلات من أجل تسوية الأزمة. لو كان هذا حاصل كان قد تم الضغط أصلا، لكن حقيقة ما هو جاري وأن بيننا وبين الأشقاء أنا في المملكة العربية السعودية التفاهم متكامل في المسار السياسي، كما هو ايضا تفاهم متكامل في المسار العسكري خلال الفترة الماضية. اؤكد من جديد انه لا يوجد اي توجه لدى المملكة العربية السعودية للضغط على الشرعية لتقديم تنازلات للاعتراف بالانقلابيين. المملكة لن تقبل قبل الشرعية، لن تقبل ان يحكم الحوثي اليمن بسلاحه الثقيل وبميليشياته ولن تقبل شرعنة هذا الوجود، ولن تقبل أن يكون الحوثي هو الشريك الأساسي في الحكم في اليمن. هذه مسألة محسومة في تقديري، وهي يعني مسألة يعني الاعتراف بها هو سيضر مباشرة بالأمن القومي، ليس فقط للمملكة العربية السعودية بل لدول الخليج العربي. أقصد أنا هذه حسابات بدهية، ليست يعني معقدة، يعني حسابات واضحة. المملكة العربية السعودية تقول بصراحة نحن مع الحوثيين أن يكونوا جزءا من النسيج السياسي والاجتماعي،
ونحن هذا الكلام أكدناه من قبل، وبدليل أكدته الحكومة الرئيس هادي منذ عام 2012 عندما طلبت من الحوثيين المشاركة في الحوار الوطني، رغم أنهم كانوا لا زالوا بسلاحهم ولا زالوا ميليشيا، وحتى اليوم لم يشكروا، حتى لم يعلنوا عن أنفسهم كحزب سياسي. طيب هل يتوقع أن تقوم الميليشيا بإعلان نفسها كحزب سياسي؟ هي معروف أنها حركة ذات بعد عقائدي أكثر منه، تبحث عن ولاية الفقيه وأشياء. صعب صعب صعب، هذا يتناقض مع وثيقتها الفكرية، يتناقض مع مبادئها العقائدية، يتناقض مع توجهاتها السياسية، مع علاقاتها مع إيران، مع أهدافها العلنية. أصلا تعتبر أنه دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية عدو استراتيجي بالنسبة لها، أصلا هذا هو منطلقها. يعني حتى لو قبلت اليوم بحلول مؤقتة، فهي مثل قبول مثل ما قال الإمام الخميني عندما قبل السلام مع العراق، وأنه تجرعوا كما يتجرع السم. نعم. يعني نعم. قبل أسبوع تقريبا كان محمد المسفر، الدكتور محمد المسفر، يقول أن أي تسوية عادلة غير عادلة في اليمن من شأنها أن تنقل المعركة من صنعاء ومن عدن ومن تعز إلى الرياض وإلى أماكن أخرى. نرجو أن لا تحدث مثل هذه المخاوف. يعني هل يعي الأساس الخليجيون مثل هذه المخاوف أو المخاطر؟ يعني أكيد أنا على يقين أنهم يدركون ذلك. هم يدركون أن السياسة الإيرانية انفتحت شهيتها منذ احتلال الأمريكا للعراق في عام 2003. هذا المفتاح الشهية الأول الذي فتح شهية إيران للتمدد، ومنها ظل المشهد الإيراني يتصاعد، وبدأ الكلام تتذكروا خلال قبل عام 2011 قبل ثورات الربيع العربي بدأ الكلام كثيرا عن الهلال الشيعي، وعن إيران دعمت النظام السوري في حربه ضد شعبه، ودعمت، وعندما سقطت صنعاء بيد الحوثيين قالت أنها اليوم أنها تحكم العاصمة الرابعة العربية الرابعة. فالسياسة الإيرانية واضحة، مهما قيل اليوم أن إيران لا تدعم، أن إيران لا تقدم شيء، أن إيران لا، هذه كل محاولة لذر الرماد على العيون، ومحاولة من الانقلابين التكارب مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وحتى محمد عبد السلام قال ذهبنا إلى إيران أو ذهبنا إلى طهران عندما أقفلت الرياض أبوابها في وجوهنا، وعندما فتحتها مؤخرا عدنا إليها. كيف يمكن فهم هذا السياق؟ هل هو جزء من التقية السياسية جزء من؟ أكيد، يعني هم يعني المملكة العربية السعودية، أنا أريد أن أؤكد، يعني الدول مجلس التعاون الخليجي أولا عينت مبعوث لأول مرة مبعوث خليجي إلى اليمن في سبتمبر عام 2014، أي قبل دخول الحوثيين، وأول زيارة له كان بزيارة صنعاء قبل دخول الحوثيين صنعاء بعدة أيام، ثم زار صنعاء مرة أخرى خلال وقد أصبح الحوثيين تقريبا في شهر ديسمبر 2014، أثناء الحوثيين عندما كانوا قد أصبحوا مسيطرين على الوضع في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح. فدول الخليج وصح المملكة العربية السعودية كان أيضا سفيرها موجود في صنعاء، سفيرها الجديد الأخ محمد الجابر موجود في صنعاء من سبتمبر 2014 إلى لحظة الانقلاب على الرئيس هادي وانتقاله إلى داخل عدن، يعني وهم موجودين في صنعاء. هذا دليل على إيش؟ هذا كان دليل على أنه أن دول الخليج مستعدة أن تنفتح على الوضع الجديد، ودول مجلس التعاون رحبت باتفاق السلم والشراكة، ورحبت بأي تفاهمات سياسية يمكن أن تجري في اليمن في إطار المبادرة الخليجية. فالحديث أنه الرياض أغلقت أبوابها أمامهم ثم عادت فتحتها، هذا كلام غير يعني غير صحيح ومنافي لكل الحكاية. طيب إذا ما عدنا إلى الوضع في الداخل، تعيين نائب للرئيس ربما كان اللواء علي محسن الأحمر، ربما لم يحظى بارتياح عدد كبير سواء الحوثيين أو حزب المؤتمر أو المخلوع وغيره، نظرا للخلفية العسكرية التي جاء من خلالها. ما هو كان المقصود من تعيين اللواء علي محسن الأحمر، خاصة أنه لم يظهر في
في الساحة خلال الفترة مع المقاومة أو حتى على رأس عمل عسكري مؤخرا؟ يعني الأسباب الكاملة أكيد لا شك أنها موجودة لدى من اتخذ القرار وهو الرئيس عبد الرب المنصور هادي، لكن في تقديري أن كان اختيار الفريق علي محسن لمنصب نائب رئيس الجمهورية هو اختيار طبيعي ومنطقي. يعني الرجل أولا من الذين وقفوا إلى جانب الرئيس هادي منذ اللحظة الأولى لتوليه زمام القيادة حتى أثناء إصابة قبل حتى انتخابه، عند أثناء إصابة الرئيس السابق علي عبد الرصالح وتلقي العلاج في المملكة في 2011، ثم وقف إلى جانبه في 2012، ثم سنده في كل قراراته حتى قرارات إعادة هيكلة الجيش اليمني، كان أول من باركها اللواء علي محسن. فالرجل يعني أهل لهذا الموقع، وهو الأقدر على التعامل مع ملف العسكري والسياسي في المحافظات الشمالية. لكنه لم يظهر ولم يبدأ أي يعني تحركات. هو يمارس نشاطه، أنا لا أتابعه بدقة، لكن هو يمارس نشاطاته وهو لا يمكن أن يقوم بتحركات منفردا. يعني هو أي تحركات سيقوم بها في إطار توجيهات الرئيس، في إطار التفاهم مع دول التحالف العربي، في إطار يعني كل هذا، أي عمل سياسي أو عسكري أو يجب أن يتم في إطار منظومة واحدة، هي منظومة الشرعية ككل متكاملة، وفي نفس الوقت أيضا بالتنسيق مع دول التحالف العربي. يعني هل تعتقد أن الفريق علي محسن هو رجل المرحلة؟ المرحلة تحتاج رجل كعلي محسن، أم أنها بحاجة إلى تجديد في النخبة السياسية والعسكرية؟ يعني مسألة التجديد طبعا يصعب اليوم الحديث عنها ونحن في لحظة معركة، في لحظة استعادة دولة، استعادة البلد من براثن الإنقلابيين. أنا في تقديري أن عملية التجديد يجب أن تتم عندما تعود العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي، ونصل إلى بر السلامة وهو الانتخابات الرئاسية والنيابية بموجب مشروع الدستور الجديد. أعتقد أنه هذا هو المنطلق الحقيقي للتجديد، وأنا أعتقد أنه كل القيادات الموجودة لن يبقى أمامها إلا أن تتقاعد وتسلم السلطة لجيل جديد لكن في نظري اليوم في هذه اللحظة الراهنة أن خير من يقف إلى جانب الرئيس هادي ويعاونه في هذه المرحلة هو شخص مثل الفريق. توقفت المقاومة في نه، أيضا توقفت في ميدي، توقفت في مناطق كبيرة، يعني رغم أنه كان هناك حديث أن الحسم العسكري قادم، هل ما زال الحسم العسكري هو خيار أمام الحكومة، خاصة أن الميليشيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار وما زالت تهاجم يعني الجيش الوطني وأيضا المقاومة في أماكن عديدة؟ عندما بدأ الإعداد لمشاورات الكويت، الحقيقة أنه الكل الشرعية اليمنية مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية أرادوا جميعا أن يقدموا شهادة إثبات حسن النوايا للمجتمع الدولي، أننا نحن جادون في السلام وبالتالي سنتوقف عن مواصلة أي تقدم عسكري في المرحلة القادمة حتى نعطي العملية السلمية يعني زخمها الكافي، يعني ونثبت بقدر ما كافي أيضا حسن النوايا. وهذا حصل بالفعل، وأنا أعتقد أنه كان المجتمع الدولي مرحب، كانت الأمم المتحدة مرحبة بمواقف الشرعية وظلت محل تقدير لدى المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة. فأنا أعتقد أننا لم نخسر عندما أوقفنا أي تقدم عسكري في يعني الفترة الماضية، ربما والإنقلابيين بالعكس هم الذين خسروا، لأنهم يعني أثبتوا أنهم حتى هذه اللحظة يرتكبون المجازر في تعز ويرتكبون المجازر في غيرها من المنطقة. على ذكر تعز، ربما تعز هي اختبار حقيقي للحكومة وكافة الأطراف، سواء حول السلام أو حول حتى الإغاثة والدعم إلى آخره. أين هي تعز من اهتمام الحكومة يعني؟ تعز يجب أن توقظ ضمير الجميع، يعني تعز وما يجري في تعز يجب أن يوقظ أولا ضمير المجتمع الدولي. يعني الأمم المتحدة ترفض حتى عندما تدين هذه الجرائم التي تحدث في تعز، ترفض أن تسمي بصريح العبارة من يقوم بهذه الجرائم، وهذا يشكل ثغرة في موقف المجتمع الدولي من القضية اليمنية. أما الشرعية فهي بكل ما أعرف أنا عن يعني بكل ما تمتلك من الإمكانيات المتاحة هي لا تقصر في دعم تعز. هناك إشكاليات بسيطة أعتقد أنه يجري معالجتها الآن
فيما يتعلق ببعض الدعم اللوجستي والدعم المالي والدعم اعتقد انه في طريق يعني طيب تعز كقضية حقوقية، لماذا فشلت الحكومة في ايصال صوت تعز العالم؟ يعني ما الذي يمنع من ان تقوم الحكومة باعداد ملفات حقوقية قانونية ومن ثم توضيح الرؤية للرأي العام؟ هناك نشاط في الطرف الآخر يصف ما يحدث في تعز بحرب بين طرفين متساويين او فصيلة مسلحين، وهذا ربما في الى حد كبير مجافي للحقيقة. هذا جزء من عمل الحكومة، وأعتقد أن الوزراء المعنيين يفترض أن يكونوا قد قاموا بما ينبغي القيام به في مثل هذا الأمر. أنا لا أعرف تفاصيل أدائهم في هذا النقطة، لكن ما قلته هو صحيح، يجب أن تعد ملفات، يجب أن تعد لكن موقف الحكومة في الضغط على المجتمع الدولي كان بارز في استصدار يعني إدانات من الأمم المتحدة ومن المبعوث الخاص تجاه ما يجري، حتى وان لم يسموا الجاني لم يسمى الجاني، لكن الجاني معروف لدى العالم كله يعني، لكن انه يعني استصدار موقف منهم ايضا والضغط عليهم هذا ايضا يعتبر يعني نجاح في الحد المعقول. الامم المتحده في الاخير لديها مبررات، تقول انا وسيط في هذه المرحله، لا يمكنني تحديد مواقف، هم حتى الان لم يرفضون تسميه المعرقل. نعم. في المشاورات يرفضون حتى هذه اللحظه، وكل ما يقوم به المبعوث الخاص هو إيهام العالم أن هناك تقدم وأن هناك، بينما لا يوجد لا تقدم ولا أي جديد في المشاورات. كل شيء يعني لا زال كما بدأنا في أول لحظة في 18. يعني هناك من يقول أنه كان على الحكومة أو على الوفد الحكومي المفاوض في الكويت أن يعلق مشاركته أسوة بقرار تعليقه عندما تم قصف معسكر العمالقة. يعني هذا خاضع يعني كجزء من اساليب الضغط يعني لايصال هذه القضيه الى العالم. يعني هذا هو طبعا خاضع لتقديرات الوفد الحكومي، لكن يعني كثره التعليقات. نعم. التعليق المشاورات اعتقد انه قد يعني قد لا يصبح ذو جدوى في هذه المرحله. نحن نريد انه يصل الوفد الحكومي الى تفاهمات واضحه مع المبعوث الخاص للامين العام، انه يجب اولا وضع سقف زمني، يجب تحديد يعني يجب أن يكون هناك منهجية واضحة للمشاورات، يجب أن يكون الالتزام في أي مقترح يقدمه المبعوث الدولي، الالتزام بالمرجعيات مسألة محسومة ومحددة. أنا أعتقد أنه في قضايا يجب أن تحسم أولا مع المبعوث الأممي ومع المجتمع الدولي قبل أي تفاهمات مع الإنقلابيين. إذا انتقلنا لموضوع عودة الحكومة، يعني هل تتوقعون استمرار الحكومة لفترة طويلة؟ وهل تمتلك الحكومة أصلا القدرة على التحرك في الميدان في ظل هذه الظروف وفي ظل عدم وجود أي مخصصات مالية أو موازنة عامة للدولة؟ هي طبعا الحكومة ذهبت حقيقة من أجل الاستقرار على الأقل لعدة شهور يعني، حتى والاستقرار هو السبيل الوحيد لترتيب الأمور في يعني يصعب. نعم. ترتيب الأمور في الداخل وأنت في الخارج. نعم. لكن عندما تكون في الداخل ستتمكن من وستتوفر الموارد المالية للحكومة بأي شكل من الأشكال. أنا على يقين أن الفترة القادمة سيكون أداء الحكومة أفضل. الوضع الأمني في عدن تحسن يعني كثيرا عن الفترة السابقة. نعم. رئيس الوزراء الجديد الدكتور أحمد بن دغر لديه رؤية واضحة في بالنسبة للمسار السياسي. هناك أيضا تشاور الآن في الفترة الأخيرة متواصل مع المجتمع الدولي ومع أشقائنا في مجلس التعاون لوضع معالجات للوضع. نعم. الاقتصادي. فأنا أعتقد أنه يعني أننا الحكومة تم ترتيب وضعها للاستقرار دائم في عدن وليس لوضع مؤقت يعني. تزامن مع وصول الحكومة ربما عدد من المشاكل، من ضمنها انقطاع المشتقات النفطية بشكل كامل، انقطاع الكهرباء وإلى آخره. كيف يمكن أن نفهم أن تعود الحكومة وتعود مثل هذه المشاكل أو تظهر؟ أعتقد أن هذا يحتاج إلى تفاهمات بالتحديد مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى بالفعل، وهي الداعم الأساسي للقضية. نعم. اليمنية منذ سنوات طويلة وليس في هذه المحنة التي نمر بها. أعتقد أنه الملف الاقتصادي سيتحرك وسيتحسن، الملف الخدمي إذا ما كان هناك تنسيق متكامل ورؤية واضحة تقدم من الجانب اليمني للجانب السعودي
بحيث انه يعني يؤدي الى هل تتوقع ان نلمس فعليا تحسن في الاداء الخدمي وفي الوضع الاقتصادي؟ ربما في اقل من دقيقه، هل تتوقع ان تقوم دول الخليج او السعوديه بتخصيص مبالغ كموازنه طارئه لتشغيليه للمرحله المقبله؟ هذا ما نامله. ايضا لدينا مشتقات نفطيه جاهزه للتصدير، وهذه ستشكل رافد للخزينه العامه. نامل انه تحل مشكله تصدير هذه المشتقات و رفض مواردها لصالح الخزينة العامة للدولة. داهم الوقت، ربما كان هناك الكثير من القضايا، لكن إن شاء الله تتوفر فرصة أخرى لنقاشها. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ نصر طه مصطفى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية. كونوا معنا في حلقة جديدة وضيف جديد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.